وعود إلى الناشط في تظاهرات بغداد الأستاذ علي الكاظم. أستاذ علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ علي، يعني اعتداءات جديدة على ساحة التحرير، لكن لماذا نشاهد هذا الإصرار من قبل الميليشيات على فض الساحة في هذا التوقيت العصيب؟ ألا يجب أن توجه هذه الميليشيات طاقتها لمواجهة خطر فيروس كورونا؟ يعني صراحة أنا أشوف أنه هاي من الفرص المتاحة البسيطة اللي منحها الجو للعصابات أنه تقضي على تواجدنا في ساحة التحرير، وبسبب توجه الناس إلى الحجر المنزلي والوقاية والخوف من وباء كورونا، فلقوها العصابات خوش فرصة أنه يقضون على تواجد الشباب المتظاهرين داخل ساحات التظاهر. وأعود لجزء من سؤالك اللي قلت أنه توجه الميليشيات دورها الحفاظ على الناس. لا أعتقد أن في داخل الميليشيات أي نية لبناء هذا البلد، ولو كنا في يعني تحت مخطط او استراتيجيه بنتها هذه الميليشيات لحمايه البلد او الاحزاب لما خرجنا الى التظاهر ولما اعتصمنا كل هذه الفتره، فليس لديهم اي نيه لبناء هذا البلد. استاذ علي، يعني هناك جدل حول اعتداء ميليشيات القبعات الزرق على مطبخ السيده ام علي في ساحه التحرير، ما صحت هذا الاعتداء ايضا؟ يعني بماذا تفسر خروج السيدة أم علي لإنكار ما تم الاعتداء عليها رغم هناك تأكيدات من اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين؟ يعني الصراحة أنتم كل زين تعرفون والمشاهدين يعرفون أنه هذه الاعتداءات ليست جديدة على المتظاهرين في ساحة التحرير. قبلها الأخوة حسن وحسين رحم تعرض للاعتداء بالسكاكين في ساحة التحرير، وتم تهديد الكثير من الشباب المتظاهرين بعدم قول الحقيقة وإظهارها إلى السوشيال ميديا. لهذا يعودون بعد كل فترة ويقومون بالاعتداء، وتأتي اللجان المسيطرة على هذه القبعات الاعتذار من المرأة والطلب منها أن تخرج إلى السوشيال ميديا ونكران هذا الموضوع، أما بالطريقة الفضلة أو الحسنة أو بطريقة الأخرى اللي هي طريقة التهديد والوعيد. لهذا أعتقد أن بعد الاعتداء على مطبخ السيدة أم علي خرجت وتم إصدار بيان بهذا الموضوع، لكن بعد عودة واعتذار وطلب أنه بطريقة صحيحة أو بطريقة التهديد أن تعود وتنكر، هذا تعودنا عليه من البداية معهم. أستاذ علي، أيضا في المقابل الثوار أطلقوا حملة للتأكيد على استمرار الثورة وعودتها عقب انتهاء إن شاء الله أزمة فيروس كورونا، لكن تعتقد أن الإعلام على الحملة هو ما دفع الميليشيات على محاولة فض الساحة؟ بكل تأكيد، يعني هم كانوا يتوقعون أنه هذه الأيام وهذه الساعات والأسابيع التي دخلنا فيها في موضوع الوباء العالمي سوف تكون نهايه لهذه الاعتصامات ويعني نفلش الخيام ونعود الى اهلنا، لكن هم تفاجؤوا بهذا المخطط الذي تم اعداده ببقائنا واستمرارنا في الاعتصام الجزئي لحين الانتهاء من وباء كورونا. لهذا كان لابد لهم من خطوات تصعيديه من اجل قتل هذه المظاهرات، بما انه الان الاعلام والعالم جميعا يعني منشغل بموضوع كورونا، فكان هذا المخطط الخبيث لاجل انهاء المظاهرات، لكن لم ولن يستطيعوا ان ينهوا المظاهرات، بل بالعكس هذا الموضوع هو ما يحفزنا ويحفز الاهالي على دعم والتحشيد لارجاع المظاهرات بعد ما ان شاء الله ينتهي موضوع الوباء العالمي قريبا. استاذ علي، كما تعرف حضرتك الحكومه والاحزاب والميليشيات كانت قد راهنت على عامل الوقت في انتهاء أو إنهاء ثورة تشرين المباركة، هل تعتقد أن هذه الصفات التي طرحتها الأحزاب والميليشيات وأيضا الحكومة تراهن على الأزمة الصحية في مسألة إنهاء التظاهرات في ساحات العراق المختلفة؟ هم يراهنون على الكثير من المعطيات، ابتداء بموضوع اتهام المتظاهرين بانهم قطعوا الدراسه والتسوق على الناس، ثم بادخال بعض الجهات الحزبيه لضرب المتظاهرين بالعصي والتواتي وقتلهم، ثم بفرض مجموعه من المرشحين وكانهم مرشحين للشعب، وانتهاء بعمليات فتح الطرق بالتعاون مع بعض المحسوبين على المظاهرات، واخيرا موضوع كورونا. لهذا هم يعني يتمنون ان تاتي مثل هكذا ظروف صعبه على العراق لكي يحاولوا انهاء، لكن انا اعود واكررها ودائما احكيها، اكثر من 700 شهيد و20 الف ما بين جريح وما بين معاق ومشلول الان من الشباب العراقيين العزة في العراق، ولم نستطيع ان نتراجع، فكيف بوباء عالمي ممكن ان ينتهي في اي يوم من الايام وممكن ان نقضي عليه بالوقايه والحجر ان ينهي هذه المظاهرات؟ ما هو اكبر من الوباء
اللي هو القتل والضرب والاغتيال والتصفيه والتهديد لم ينهي المظاهرات، فكيف بوباء انا اعتبره وباء بسيط مقارنه بالوباء الكبير اللي هو وباء الميليشيات والاحزاب ان يقضي على التظاهرات، هيهات ان تنتهي المظاهرات بل ستعود اقوى وافضل مما كانت عليه في السابق. في هذا المفصل استاذ علي، الناشطون اطلقوا وسم وعد ترجع الثوره، هل هناك أثر يعني تلك الحملات الإلكترونية على الإبقاء في على زخم ثورة تشرين؟ بعد هاشتاغ وعد ترجع الثورة تلقينا الكثير من رسالات الدعم والتشجيع من الأهالي ومن وسائل الإعلام ومن منظمات المجتمع المدني وحتى من جهات ومؤسسات شعبية وعشائرية ودينية في العراق تدعونا إلى البقاء والاعتصام ووعدونا بالكثير من الدعم المعنوي والمادي والقانوني في تواجدنا في الساحة. لهذا أنا أعتقد أن وعد ترجع الثورة أثر كثيرا على مخططات الأحزاب والميليشيات في إجهاض الثورة، فلهذا عادوا من جديد لمحاولة القضاء عليها بطرق غير سلمية وقمعية. من بغداد الناشط في التظاهرات علي الكاظم، شكرا جزيلا لكم.